تفتي بنو شبيه ب 2 جنيه. تمام ايه ده فيلم الالوان هات الحكومه ده ليه نص مفيش غير ليه نص ايه اشتغلوا بخيار ولا فيه نص ولا بتاع هديك عطار تذكرتني بيه عشان الهانم عيب تروحها مكسورته بخاطر بكام بجزء الهاد بس عشان خاطر عيوني دي ايه ده فيلم بالالوان الوان ايه وبتاع ايه خد روحها ما تخرجهاش عشان دي اللي نحسان روحها روح تذكرة ليا وتذكرة ليها عريس تهمته ايه يا سعادة
البهد اشرف من الشرف. احمدك يا رب، احمدك يا رب واشكر فضلك. معلش طارق. بضاعه؟ ايوه يا سعاده البيع، معايا بطاقه وحطها في كيس نايلو كمان، ومعاها رخصه بياع صريح. احنا ناس بنعرق يا سعاده البيع، بنعرق. والبيع ريسك ده كان قاعد من السنيورة على فوتيل لوج. دافع يا سعادة البيه. احنا ايام بيه ده بأي مهوي بيه. احنا ناس كسيبة يا سعادة البيه، ونحب الدافع ولا مؤاخذة. ماشي يا حمود، بس كون في علمك اذا اتمسكت مرة تانية هتبقى قضية. ربنا يستر بيه. مش كده ولا ايه يا عروسة؟ ايه يا سعادة البيه؟ متشكرين يا سعادة البيه، ربنا يخليك. نمشي يا سعادة البيه. مع السلامة. طب انا التذكرتين عشان الفيلم حلو قوي. اه السلامة يا حمود. استاذ عبد الحليم لطش. اتفضل. احبال اتنين والعين بالعين. واد يا حمودة ما تخليك مرمطة بقى، كل ساعة في اسم شكل. حمودة. ايه؟ ولا ايه؟ ما تيجي نتجوز. هنتجوز من هو على ايه؟ بس اخبط الخبطة اللي في دماغي، الخبطة اللي هتريحني طول العمر. ولقيت ولا بس كلام؟ اهو بدور، واللي دور هيوصل. قولي يا بنت، اخبار ابراهيم براء ايه؟ ولا حاجة، طول الليل والنهار بيسبلي في عينيه، كل ليلة يلطعني قدامه ويقعد يتنهدلي، وفي الآخر بطلع بنص جنيه. ما ينفعش، اللي غاوي نقط بطايته. هو مشغل ايه؟ معرفش. طب سيب الحكاية دي عليا وانا هجيب لك قرار. محفظة ما تتسرقش، قلم كتب بريد ما يكتبش. يا نهار ابوك مدوحة، بتكلم روحك يا راجل؟ انت اتجننت يا ابراهيم؟ بيطلعوا امتى دول؟ مش مكفيك ربع نص الليل؟ ما انتش قادر تخش جوه تشوف المرزوعه اللي جوه دي صاحيه ولا نايمه؟ روحي قولي لها حضري لي لقمه اكل، انا جعان عايز اتعشى. ما كانش ينعاد وتؤمر فيها بعاديه قادر. بأمرت ايه يا سبراهيم؟ بأمرت ايه؟ قول لي يا اخويا بأمرت ايه؟ بأمرت مصروف البيت اللي سايبهولي قبل ما تخرج عشان اعملك الطبخ اللي يسم بدلك. اعوذ بالله على ملفظك. طبعا طبعا مش عاجباك، مالكش عالكيف يا سبراهيم، مالكش عالمزاج، لاني باش او بغسل في ثلاث بيوت عشان اصرف على بيتك. الهي يخرب بيتك، وده تسربح لي في الليالي وتروح فين يا ابراهيم؟ يا ابراهيم بتروح فين؟ هو ليه بلاش جنان؟ كنت بضحك في ايه؟ يعني بلاش عزم ولي نعمتنا اللي جابني صايح من البلد وشغلني في الشركه؟ كذاب كذاب في اصل وشك. انا كنت بغسل النهارده عند عكف بيه، والهانم قالت لي بقالك 10 ايام ما قالتش عليهم. بتروح فين يا ابراهيم؟ يا ابراهيم بتروح فين؟ رد عليا يا ولية. عايزه مني ريق. فين؟ بتروح فين؟ وحكة اللبان يا ابراهيم، بتندق لبان، بتندق لبان يا شاب، عنده تندق لبان. اللبان ده نعمه ربنا يديمها عليا، اللبان ده حاجه كويسه يا امو، يا امو الخير. لا انت اتجننت، وراس ابويا في نوبته اتجننت. انت بتقول ايه يا راجلين؟ كويس انك ما فهمتيش، عايز اقعد لوحدي، روح اتخن دينامي. نمت ما قمت يا ابن بهان. ان شاء الله انت اشوفك يوم، ان شاء الله تصدق طول ماسك حديد يا ابو البانه. مش جاب لي جاب قرد وغزال.
احمد افندي يا زميلي طلباتك كلها موجات. جبت لك ثلاث بلوزات للثلاث عروسات. الهي ربنا يرزقهم بثلاث عرسان ويخلفوا لك صبيان وبنات يا احمد افندي. يا رب. لا اصل بالمشاريب العسل. بلبن يا متخلف بلبن. طلع من بقك زي السكر، بس الراجل ما جاش النهارده. ما شاء الله ما شاء الله، حاجات حلوه بصحيح. يدوبوهم في عرق العافيه ان شاء الله. اعظم بلوزات في بوتيك المدام. يا احمد افندي. انا بشترط عليك قدام ابراهيم تدفع اول الشهر. ما تخليش المدام تعملها معانا زي عملتك في دخول الشتاء اللي فات. لو احمد افندي ما دفعش اول الشهر رقبتي سداده. طول عمرك شهم يا ابراهيم. الله يخليك. اطلع هات لي ملفات الزلط من فوق دلوقتي. عينيا ملفات الزلط والرمل والاسروميل كله. احمد افندي. اجيب لك بالمره ملف الموردين ولا بعد ما انزل تطلعني تاني؟ لا 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 هاتهم هاتهم مش هيكسر. اتفضل. على مؤخر سندوتش فول يا ابراهيم. طب قول صباح الخير الاول. زرعتها بطيخ طلعت بتاو. مش بقول لك ان ايدك في الميه الساقعه؟ الجدع مراته تعبانه وعلى وش ولاد. قول لي انت عاوز ولد ولا بنت؟ انا ميت من الجوع يا ابراهيم. والله من امبارح ما اكلت. لازم بقى اعمل اسمه ايه ده رجيم بايخ. بعدين بقى لو عملتها وولدت قبل اول الشهر ابقى اتسوحت. انت لسه ما رحتش يا ابراهيم. صبرك يا سي مصطفى، الباقيين عايزين يفطروا، اهو يبقى مشوار واحد بالمره. اتنين في الواحد طعميه يا ابراهيم. عينيا. حد يعزمني، ضاربني السلك. انا اللي عازمك النهارده يا ستي فوزيه. بلاش انت يا جدع، حد تاني يتكسف على دمه ويعملها. الله. ايه ايه؟ انت الست انت شغاله فتوى علينا. ما تصحش. فطرنا. يعني انت تعبان في الفلوس اللي هتدفعها دي؟ أعوذ بالله أعوذ بالله على عينيكم كلكم عينيكم من فلوس المدام. اتفضل يا سي إبراهيم 50 قرش روح حطهم فطار، بس دي آخر مرة هفطر حد على حسابي. إيه ده مش تفتح؟ نظفت الترابيزة؟ نظفت المكتب؟ إيه ده؟ بس دي نظافة مكتب يا بني آدم؟ مش خلي عندك ضمير؟ مش تراعي ربنا في شغلك؟ عدم مؤاخذة يعني حضرتك تسهر للصبح وتيجي تطلعه على جدتنا هنا؟ أخويا اصطبع الصبح. هات قهوة يا سادة دوبي. حاضر. الهانم هنساعد في تأشير إيه النهارده؟ أنا اللي هساعدها ومحدش يوجه لها كلمة زيادة. وحياة أبوك تنقطني بسكاتك. خد يا إبراهيم. واستناني عشان أقول لك هنعمل الكوسة إزاي. دكتور برقبتك. الله الله العظيم. حاجة جميلة أوي. هنطبخ إيه النهاردة؟ إبراهيم ولو فيها تعب تقشر لي الكوسة والفاصوليا وأنا بعد شوية الدرع عندك وأمع البامية. ما بلاش تديهم فرصة يلسنوا عليك يا ستي فوزية. لو ما كنتش أحضر أكل العيال هنا أحضره فين يا إبراهيم؟ عدم المؤاخذة في البيت. في البيت؟ في البيت لا مؤاخذة بنحيني على القلة الكاتبة لحد وش الصبح. طب قولي يا ستي فوزية. ما تطلبي زيادة نفقة من أبوهم. وحياتك لولا الكام ورقه اللي بكتبهم النفقه ما تكفيهم عيش حاف. دول ثلاثه ثلاثه يا ابراهيم. ربنا يكون في عونك. المشاريب ولا الحوجه للانداب. ربنا يخليك ليا يا ابراهيم يا اخوي. تعيشي. الشاي الشاي القهوة. باص. نعم؟ القهوة من غير وش. رجعها. وبعدين في المناخ دي على الصبح. اشرب ولما اجيب الجرانين والفطار اعمل لك غيرها. صباح الخير يا حضرات. صباح النور يا فندم. احمد افندي. فندم الجندي يمضي بدفتر التأخير. حاضر فندم. أستاذ سمير حصلني على المكتب. بارك قشطة. أحمد أفندي أنا رايح عند البيت المدير. أحمد أفندي أنا رايح عند البيت المدير. العقربة وديلها. أنا هوقفك عن العمل. أنا هرفدك. أنا هخرب بيتك. على ايه ده كله كامل بيه؟ هات اللعب. ايه؟
خليها المقابل يا سعادة بيه. أنا مديرك وتجرسك. أنا خير عليك ومغرقك حوافز ومكافآت تشجيعية. أنا تسيبني ألعب مع ناس غرب لغاية ما ينفضوني؟ يا سعادة بيه حضرتك اللي أصريت. أنا حاولت أمنعك من اللعب وأنت اللي رفضت. أنا متهور. أنا طايش. أنا بفقد شخصيتي قدام ترابيزة القمار. أنا كده طبيعتي. لكن نبهني يا أخي. نبهني إنهم عدولة. لكن تسيبني أكتب شيك من غير رصيد؟ سعادة بيه إذا كان حل المشكلة في مبلغ الشيك مش مهم. أمال يعني عشان سواد عيونك أهزق نفسي وأتنازل أنا مدير إدارة المشتريات شخصياً وأنزل السوق زي أي مندوب بتلاتة تعريفة علشان خاطر العمولة والحوافز وبعد كده أقعهم في شيك من غير رصيد؟ أنا عندي الحل. بعد يومين فتح مظاريف بتاع توريد الزلط والرمل. أنا ممكن أتفاهم مع بعض التجار وأجيب لك المبلغ. وكمان بتسرق مش كفاية اللي بتهببه كل ليلة؟ اسمع، أنا هصرف السلفة المستديمة أول الشهر وأسدد منهم قيمة الشيك، فهمني؟ بس أنا زعلان، زعلان ومنقوط كمان. أنا ما يرضنيش زعلك. أنت أخوي، أخويا الكبير. من الليلة دي هتلعب في بيتي أنا وعلى ترابيزة القمار بتاعتي أنا. وده ليه؟ عشان تعوض. صباح الفل. صباح الياسمين. حلوه ياسمين دي. صباح الياسمين كمان مره. وحياتك دست فول ودست الطعميه بس كتر الفلفل الحامي. ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي اخاف العمر يجري. وحياتك انده لي الاستاذ الجندي. حاضر. حاولت ما قبلكش، حاولت ابعد ما قدرتش. يا رجاء انا عملت اللي عليا، اتحملي بقى مسؤوليه اللي ممكن يحصل. انت ليه بتعاقبني على مشكله عملوها اهلي؟ انا مستعده اعيش معاك في اوضه كل اللي فيها كنبه وسرير. طب ما تقولي لهم كده. قلت لهم مصممين ما بقاش اقل من بنات العيله. خلاص يبقى كل واحد حر في حياته. يعني خلاص مش عايز تتجوزني؟ طبعا عاوز. استناك لامتى بس؟ 3000 اللي كانوا حيلتي حوشتهم في 5 سنين، يعني بالنسبة والتناسب ابقى عايز 17 سنة على ما احوش ال 10000. استناك. يبقى كده بقى نقضي شهر العسل في دار المسنين. اموات بيك وانا قلبي بيعمل بيك. ايه مالك؟ ايه حد مزعلك؟ ايه؟ الزمن يا سبراهيم هو اللي مزعلني ومضايقني. طب فضفضي اتكلمي. طب اسمعي اسبقيني واحنا هنروح مطرح بعيد تفضفضي فيه براحتك. يا لهوي يا سبراهيم اخاف حد يشوفنا. عيب، معاك راجل يحميك ويسن شرفك. يلا يلا. طيب ألف حمد وألف شكر. أنا طول عمري عايش مستور وكويس، أنت لسه ما تعرفينيش. أنا بحبوح وفيس قوي، عندي أرض في البلد إيرادها كويس، ده غير مكسب التجارة. يا بختك عايش في عز. تصدقي بالله؟ لا إله إلا الله. لولا الحبة اللي بشوفك فيهم كنت طقيت موت. بعد الشر عليك. تخافي عليا؟ ما كنتش أخاف عليك يا سبراهيم، أخاف على بنت القلب الحنين. بتمني بيتك. بتحبيني يا ست البنات؟
يا إبراهيم، دي حاجة ما تتقالش، الواحد يحسها كده من غير كلام. طب لو ما قلتهاش إن شاء الله طق أموت وأقع قدامك هنا أهو. بعد الشر عليك إن شاء الله. أنا نفسي أسمعها. أصلي أنا بنكلم عشان خاطر بحبك يا إبراهيم. كمان مرة بحبك يا إبراهيم. تعرفي كوتي؟ ساعدني. يا لهوي، بالك يا براءة. مالك يا عمدة؟ عمدة ايه؟ ده انا ما حصلتش خفير دارك. الحقيني بابور مطافي. لكن قول لي يا عمدة. ايه؟ انت ظريف كده مع رجالتك في البلد؟ معاك انت بس يا قمر، لكن مع رجالتي سابع. اشخط الشخطة كل يغمى عليه. طب ده الخلي بتاع العزبة بتاعتي اسمه كامل بيه. اه افندي. الفلاحين بيقولوا يا بيه، انا بقول له يا افندي. اقول له يا كامل يا افندي. لا هو يترعش، اما انده هو يفضل يترعش كده. ايوه يا عمده، ويفضل يترعش كده ويمكن يغمى عليه لحد ما اسيبه وامشي. انا لازم اخليك تشوفي كامل بيه ده افندي هو واقف مرعوب قدامي. وعيت على الدنيا لقيت نفسي يتيمه يا سي ابراهيم. ما شددت طولي شويه لقيت نفسي بجري على خمس بنات بعد امي ما عميت. لا اله الا الله، كلام يقطع القلب بصحيح. طول عمري عايشة محرومة يا إبراهيم، ما شفتش يوم حلو أبدا. ربنا يقدرني ويوريك الدنيا وعوضك عن كل حاجة يا ياسمين. أنا حمل تقيل قوي سداد. إخواتي مصروفهم مش هاي. إيراد أملاكي كلها تحت أمرك إبراهيم. إيه؟ والنبي أنا بردانة قوي يا إبراهيم. أمال أنا حاسس إن الدنيا حر ليه؟ من فرحتي بالقعدة معاك مش عايزة أروح. ومين سمعك؟ سي ابراهيم. واموري. انا اتاخرت قوي. ما تخافيش، هوصلك لحد باب البيت. لا لا لا، احسن حد من ولاد الحته يشوفك معايا يذبحوني. ولا يهمك. كفايه توصلني لحد مسجد الشارع. سي ابراهيم. بقول لك ايه؟ لو بردانه شويه ما تقربي اكتر. اه بردانه قوي. قربي. يا خرابي يا خرابي. ايه؟ يا دي الجرثه يا سي ابراهيم، يا دي الجرثه. ايه بس؟ العسكري شفنا. ما تخافيش، العسكري بردان راخر. تعال. سلام وقول من رب الرحيم. سلام. اخوش عفريته طلعت لك، ها؟ ده انت واعدك سودا وليلتك زي الطيب. يا وليه قابليني مره واحده في حياتك كويس؟ استقبليني مره واحده في حياتك بكلمه حلوه. ان كان علي انا استقبلك بشومه على دماغك يا حرامي. عليك ام الخير. ايه هتقول ايه يا نوري؟ فين مصروف البيت يا ابراهيم؟ خدته. عندك مانع؟ اه بس ما فيش اكل بقى شهرين بحاله. ما يهمنيش، انا خدته اعمل بيه خير، والاجر والثواب عند الله. واحد صاحبي كان مزنوق فكيت بيه زنقته. تكرهي فعل الخير يا ام الخير؟ يا لهوي بيه، جوزي بقى حرامي. يا لهوي بيه، جوزي بقى نوري. كلمه واحده كمان، كلمه واحده كمان هو ايدك في القصر العادي. طب مد ايدك كده يا ابراهيم وانا اكسرها لك. ارفع عليها الشيخ. حرام. مفيش حاجة. أنا مش عارف كنت عامل إيه من غيرك يا اسطى. كنت لقيت واحدة غيري تعمل لك اللي بعمله لك يا عجام. بقول لك إيه؟ الراجل ده أنا زهقت منه وما عدتش طايقاه ومش هخرج معاه تاني. مين قال ده؟ انا عندي ليك اخباريه، هي بقى بتاعت الخلطه الكبيره، الخلطه اللي هنعملها ونتجوز يا ياسمين. ارمي بياض. بس لو تفتحي مخك كده هتبقى 100 فل و14. الفرلع في عد يا حجام. العمده بتاعك ده طلع غوانطه، طلع غوانطه. ابراهيم براء طلع فراش في شركه. يا لهوي. حط صوتك. يا لهوي. حط صوتك يا بنت. يا لهوي. فراش في شركه يا حجام؟ وليلاتي بجري فراش في شركه؟ طب ورحمة أبويا اللي اتدفن في تراب السادة ومحدش مشي وراه ولا لقى عليه بالظبط؟ لا كنت أرباح بالمطوش اللي في رجلي وعلى دماغه. يا عبيطة يا عبيطة، بقول لك دماغك طاق. اسمع اللي هقوله لك. الفراش ده بين الأول كل شهر مرتبات الموظفين بالألوفات. تلاقيه مياس في دي رخصة. لا مش هو اللي قال. دي إخبارية جات لي. عايزك بقى إيه؟
توقعي في الدور، بكره تاخديه في مطرح قبها. فراش في شركة؟ فراش ياسمين، فراش بس وراه عتمة كبيرة قوي. اسمعي، دهوليه. خليكي معاه بسرحان ولعبيه، دهوليه في الشرب لغاية ما لسانه يفك وقول لك كف الشي على التقليبة. طب وافرض بقى لسانه ما فكش، هتدبس أنا في القعدة معاه؟ فراش في شركة يا هجام. اديله حب، اديله الكلام. تسبيلة أوانطة، تنهيدة زور. لعبيه يا بت، ماسكة إيد لا تودي الجهنم ولا تودي النار. حبيه، حبيه بس على طريقتنا. ينيله. فراش الغبرة. لو نفسي حب المدهول ده. بص يا ياسمين، كل بني آدم في الدنيا بيحب. بس على طريقته. ثلاث ستات يا سعادة البيت. ولا انا برضو كسبان فول اس. لا 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 مش معقول، مش معقول قصدك الليله دي يا كامل بيت. انا اصلي مبسوط مزقطط. كل ما افتكر ازاي زحلقت الراجل الدوني اللي انا كتبت له شيك من المصلحه ابقى عايز ابوسك. بنت اخويا. كل ما افتكر فضحت بين الموظفين لو سبت يقول اللي هو عايزه ابقى عايز اعيط. وحياتك يا هانم، انت متجوزه اجدع راجل انا شفته في حياتي. صباح الخير يا سعاده البيت. صباح الخير. لو سمحت عاوز حضرتك في كلمتين بسرعه عشان مستعجل. ولو فيها رزاله يعني. نعم يا اخويا، انا مش سامع حالك. معلش عشان ما حدش يسمع، يعني ما لاقيش مع حضرتك 10 جنيه سلف. مزنوق فيهم قوي؟ قوي قوي يا سعاده البيت. وتفتح مخك معايا؟ حاضر. هقول لك العطا ده تسلمه لشويه تجار والباقي لا، تسمع الكلام ولما ترجع تحلف انك سلمته للكل، موافق؟ موافق. اللي جاب دول هنا؟ دول 9 جنيه. الجنيه اللي باقي بقى لما تنفس. الله يخليك. بالبيت بالبطرمة. كمان ازازة كبيرة. دي رابع ازازة. وماله؟ ان شاء الله حتى 100. انا عزماك. انا يرضيني تحرمي اخواتك عشان تعزميني؟ انا اللي عازمك وهعزمك على العشاء كمان. واد يا جرسون. ايوه. اتنين من اجدعها عشاء عندكم. حاضر يا عمده. عارف منين ان انا عمده؟ لا انا باين عليا قوي كده. طشر الخديوي في زمانه. لا بس برضه انا مبسوط بالواد ده، عنده فراسه. عرف على طول ان انا عمده من غير ما اقول له. شوفي يا ياسمين، انا مريش قوي، انا مليان فلوس، انت بس تأمري العمده يركع تحت رجليك. انا ما يلزمنيش الحب الطيار يا عمده. وراس ابويا العمده برضه. عشقك العمر كله يا قمر. كلام رايح في الهوا، انا عايزه دليل. شبيكي لبيكي، العمدة عبدك بين ايديك. نتجوز. نتجوز؟ مادام قادر تفتح بيتين اتجوزني وستتني. ولا انت بقى ابو لمعه وما حلتكش ولا مليم؟ ايه مين ده انا عندي 35 فدان. الفدان منهم مفصول لي ب50,000 جنيه، ومنهم 15 فدان جناي. الفدان الواحد في الطرحه الواحده بيجيب 2,000 جنيه. تبيع ارضك يا سبراهيم؟ لا 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 لا، انا ما يرضينيش كده ابدا. بكره يبقى لنا عيال وهو كله ليه. انا بتكلم على فلوس في ايدك دلوقتي تقدر تصرف منهم على جوازنا. يوهو، من ناحيه دي حدثي ولا حرج. ده انا احتكم على فلوس كتير قوي. طيب خدي عندك. اول كل شهر باخد من الخزنه بايدي دي 9,000 جنيه، مرتبات وعهده للموظفين بتوع الدايره. 9,000 جنيه نفتري؟ ما دول كفايه علينا قوي. ودول اقدر احطهم في جيبي ولا حد يقدر يحاسبني. فتني ازاي؟ اصل الخزنه بتاعت الشركه بتاعت الدايره في حته، ومكاتب موظفين في حته. اول كل شهر الموظفين بيمضوا كشف المرتبات وبيدوه لواد فراش شبه شويه، هو بيروح هو يصرفه من الخزنه. الشهر ده بدل ما يرجع المرتبات للموظفين يضربهم في جيب. طب الفراش وهيحط الفلوس في جيب، انت هتستفاد ايه بقى؟ ده راجلي ويبديني برقبته. بجد؟ وشبهي هيديهم لي طبعا على طول. طب خلاص مفيش اي مشاكل، يبقى هي دي الفلوس اللي نتجوز بيها. فكرك كده؟ طبعا.
جوازنا مش هيتم يا سي ابراهيم الا اذا الفراش سرق مرتبات الموظفين. مشغول ومحتار. ما تقعدي ندردش شوية. يكونش ما عندكش شغل الصبح. يا وليه تعالي اقعدي، عايز اتكلم معاك. امر الله. قول خلصني. فاكرة يا صاحبي اللي خدت من مصروف البيت عشان افك زنقته؟ اتاري حكايته ايه؟ لايف على بنت صغيره زي القمر، دمها زي العسل، وفايره قبل اوانها. يا مين دي يا راجل؟ صاحبه صاحبي يا ام الخير. وقال ايه؟ عايز يتجوزها. وخايب الرجا ده متجوز؟ متجوز غولة من كده عليه عشته ليل ونهار. يا ساتر. ولو برضه ما يتجوزش عليها قليل الاصل. والمشكلة مش في الجواز، المشكلة انه عاوز يتجوزها بفلوس حرام. ما دام متجوز عليها يعمل ما بداله، ما دام ندل. ايه ندل دي؟ ايه ندل دي؟ انت تعرفيه؟ الله، وانت مالك محمود كده عشان؟ ابدا، كل الحكايه انه صاحبي. انا بردان يا وليه، قربي جنبي شويه. يا ابراهيم، ابراهيم ما تختيش، اختشي يا ابراهيم، بلاش قله حياه يا ابراهيم. قله حياه الله، احنا لسه صغار. يا جدع اسكت يا ابراهيم. يا ابراهيم اسكت يا ابراهيم. طب استنى يا ابراهيم، هلع الشرزي يا ابراهيم. انا عجبت سكران يا ابن بهانه، سكران. وانا بقول ماله الراجل اتغير كده ليه؟ وعامل صغار، عامل صغار وجاي لي سكران. سكران ده انا هفضحك، هلم عليك الحاره كلها. سكران يا ابن بهان، يا وكستك يا وكستك يا ملهيت، هفضحك. الحقوني الحقوني، ابن بهان يا جاي لي سكران. الحقوني يا بطاطا جاي لي سكران. الحقوني يا اختي الحقوني. الذمه مش صاحبي عنده حق. وتمسك ايدها وتحطها على قلبك كده. ايه ده؟ بأرضك. ما تشيليش ايدك من هنا، ما تلخبطيش الدرس. خلي ميمون يقول اللي في قلبه. ولما النيل يفرق انها احبك والنبي احبك. يا حبك فرصة ميسمع على كلمتك انا. ايه اللي بتعملي ده؟ لو النبي اقصد عليك اني سلاح يا ملك. نسلاح؟ ميمون يا حشمة. لا شيخ، ميمون الغرام. اتاريك عمالة تجريني كل يوم على بودي على جنينة الحيوانات. انا مربط الدنط. انت خدت غرام. غلط، انا شايف بعيني. وانا كروتيا ده انا هترباها. لازم ابوك يشوفك. Thank you.
ياسمين مخطوبة. ايه ده؟ انت فاكر ايه لك كده يا بنت انت؟ لا انت ما فكرتش في الزرزوره اللي فيا. اسمع اللي هديك على بقى زرزور عينك. الحكايه ماشيه اخر حلاوه اخر نزاقه. الليله بقى ترمي له كبيره والشطاره بقى انك تلبسي العمه. هيلبسها وحياتك. رسيني على بر. انت بتحبي مين؟ رايده مين؟ بحبك انت ورايدك انت يا ابراهيم. امال ايه حكايه خطيبك دي؟ جدع فتاوه ومفتري زي ما انت شفت. انا وامي غلابه يا ابراهيم، احنا شقد تجرمته، سقنا عليه كتير، حلف حلف يمين مغلظ ان كنت وافق لا يطلعنا من السكن اللي ستر عرضنا. ليه هي الدنيا سايبه؟ في حكومه، في بوليس، نقدم ضده بلاغ في النيابه. مفيش غير حل واحد يا ابراهيم، اذا وافقت عليه. موافق عليه من غير ما اعرفه. نتجوز ونهرب على اي حته ما يطولناش فيها. نتجوز بجد؟ بجد نتجوز ولا رجعت في كلامك؟ لا ما رجعتش، بس انت فاجئتيني والحكايه دي عايزه ترتيب. شفت اديك وقت الجد تتهرب مني. انا عايزه اروح. استني بس، ما تبقيش حمائيه. هنتجوز بس اديني فرصه اتصرف. هتتصرف وتشتري الفيتون يا خيي؟ يا يا لا. وستين كمان. بس انت عارفه ان احنا هنروح حته غريبه، هنبقى محتاجين قرشين عشان نعيش منهم. انا بقول ابيع فدان جناين. انا مش قلت لك مالكش دعوه بورث العيال يا ابراهيم؟ كفايه علينا مرتبات الموظفين. انت مش بتقول 9000 وشويه فكه وحياتك؟ خلاص حمد ربنا وشكراه. بس يرضيك الواد الفراش ده يسرق شقه الموظفين؟ ياه، مش احسن ما تبيع الارض يا ابراهيم؟ المبلغ ده هيورينا الدنيا اللي عشنا محرومين منها يا راجل. انا مستحرم يا ياسمين. انا بحبك. انت بتحبني؟ ربنا يعلم. طب خلاص طوعني بقى، هوريك الحب حلو قد ايه، طعمه ايه. الفطار هفطرك حب، الغدا هغديك حب، العشاء بقى بحب انام خفيف. حلاوتك يا خفيف انت. بحبك بموت فيك. ايوه بس يعني حرام فلوس الناس شقاهم وتعبهم طول الشهر. هحطك في عينيا واغطيك برموشي. كلامك بيسيب المفاصل يا ست البنات. يا لهوي يا لهوي، ما انت لسه شفت حاجه يا سيد الرجاله. بس انا مش موافق على حكايه السرقه دي. ييه حاجه تقرف. ايه مالك؟ خلاص بقى ما تزعلش مني يا سي ابراهيم، لو عملت حاجه تغضبك. عايزه تعملي حاجه حرام يا ياسمين؟ لا، هعمل حاجه حلال وفي شرع ربنا. يعني ايه؟ اسال نفسك بقى يا سي ابراهيم، الحلال يبقى ايه؟ يا رجلي وي 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 امال خير. لم الهدمتين وحتتين العفش، وبكره قبل المغرب نرجع البلد تاني. ليه شايفني شخشخه فينك يا ابن بهانه؟ زهقت من البلد ونفسي انزل مصر. وماله يا سي ابراهيم، ننزل يا اخويا، ما ننزلش ليه؟ زهقت من مصر ونفسي انزل البلد. لا ده بعينك بقى يا ابراهيم. طوعين ده مصلحتك ومصلحتي. عايزة نرجع تاني للغيطان ولم الدوده؟ لا يمكن حوافق ابدا، حتى لو وقفت على ضوافر ايديك. طوعين في المشمش يا ابن بهان. هتندمي يا اختي. هندم اكتر من الندم اللي انا فيه بلا واكسه. بعد كده ما تلوميش الا نفسك. يا اختي ابن بهان، تكونش ناوي تعمل عامله وخايف؟ قدامك لحد الصبح تفكري. لو وافقتي بعد ما اقبض المرتب نرجع البلد على طول. ارجع انت، انا قاعده في بيتي، مش هتقطع من هنا. طب روحي حضري لي لقمه كلها. يا اختي وي 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 وي. Thank you.
ثانية يا فندم يا محترم. اتفضل انزل. أنا غلطان يا فندم ومش هعمل كده تاني. بطاقتك وبطاقة المحروسة اللي معاك. بلاش هي يا فندم، دي بنت ناس. وبنت الناس برضه تعمل كده برضه في الشارع؟ البطاقة يا سعادة البيه. أنا في عرض سيادتك، أنا موظف محترم وأتأذي لو حد يعرف. هات البطاقة واتفضل نعمل محضر في الاسم. طب وإيه العمل؟ هندر الفضيحة دي إزاي؟ انت حطت ايدك في المية الباردة وهتتفرج عليا جندي. طيب طيب خلاص، احنا هنتجوز وبكرة زي دلوقتي هتكوني مراتي. طب وبابا وماما هنقنعهم ازاي؟ مش هيعرفوا. هتاخدي شنطة هدومك في السر واديني نروح للمأذون. انا خايفة يا جندي، احنا بنداري مشكلة بمشكلة اكتر. انا لو معايا فلوس دلوقتي كنا اتجوزنا. اسمعي، بكرة الأب. عارفه يعني ايه بكره الاب؟ نتجوز ونسكن في شقه مفروشه. اول مره تعمل خلاص. ابراهيم حلمك شويه على الترابيزه، ما تستحملكش، قلبك ابيض. اتفضل الشاي. اتفضل. مش عايز شاي؟ مش عايز. لا 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 خلاص. ابراهيم مالك متضايق؟ متضايق من ايه؟ قول لي بس. يمكن اريحك. ياسمين ما ظهرتش الليله ولا من اول النهار. ما تعرفش هي فين؟ ما تعرفش راحت فين؟ خلاص ابراهيم ما اعرفش. هو حب قديم متجدد ولا ايه؟ احنا عراطيس ولا ايه؟ لا لا يا اخويا خلاص روح. بس ابراهيم مش كده؟ العمده ابراهيم براء. انا قريب ياسمين وهي بعتاني رساله مهمه ليك. طب هي ما جاتش ليه؟ ياسمين هتتجوز يا ابراهيم. بتقول ايه؟ هتتجوز مين؟ انت؟ خطيبها حلف يا اما يتجوزها بكره على المغارب يا هيطردها هي وامها واخواتها من حته قبل العيشه. ده بقتله واشرب من دمه. محدش هيتجوز ياسمين غيري يا ابن والدي. خلاص اذا كنت ناوي روح بكره نفذ كلامك قبل ميعاد العريس التاني. انفذ بكره الصبح واخدها ونسافر مطرح بعيد. عايز كده بقى بكره الظهر تقابلها الساعه 12 في موقف تاكسيات السبتين. اشمعنى السبتين؟ اصل هي قالت لي كده عشان هي ياسمين ليها ابن عم سواق هناك. هياخدكم ويجوزكم ويتسافروا على المطرح البعيد تقضوا شهر العسل هناك. ولا ايه يا عسل؟ انت اللي عسل مصرح. انت قتلت حرام. مش قلت لك يا بنت هيوقفك؟ والحباب ده هعمل فيه ايه؟ احنا نقلبه في السبتيه. لقينا معاه فلوس تروح دابع معاه خناقه وتمشي. خابت معانا هتروح واخده تاكسي وطالعه على ابو قير. مش معنى ابو قير شخصيه. ليه معارف هناك؟ ظهر يسندونا لو حصل أيوة حاجة. لا أنا كارهة المشوار ده يا حمود. ما تخافيش يا ياسمين، التاكسي اللي هتاخدوه هطلع بتاكسي وراكوا على طول. أنا أقعد معاه لوحدي؟ ده مش ماسك نفسه قدام الناس. هيعتقني بقى وإحنا لوحدنا؟ سوي عليه الشرف، يجي يقرب لك ويقول له لا ما أقدرش إلا بالجواز، والإخبارية بتقول إن ابن عمي في أبو قير قعد شوية هناك، هروح له أشوره ويشهد في الجواز، ما أقدرش، شوفولي ابن عمي بالشكل ده. اللي شرطت عينه بتجن. اللي شرطت عينه بتجنن. انت ولا شطان. انا كوم اللي بيوش يا بت العبي. مد بقية الموظفين على الكشف. خلاص يلا. فائدة الروشتات ما دام الدواء مش موجود؟ صح صح كده. وانت بتجيب المرتبات يا ابراهيم فوق لحد يلطشهم منك. انا تعبان النهارده، حد غيري يروح يجيب المرتبات. اخويا هتنزل تجيب المرتبات ورجلك فوق رقبتك. حاضر. انت تعبان يا ابراهيم، خد دول عشان تركب تاكسي رايح كده. Thank you.
تلاف، 8000، 9000، 40، 50، 54، 3 اسابيع. تمام يا سيدي؟ كل شهر وانت طيب. خلي بالك، حط الفلوس جوه عليك. لا شقه ناس، اكل عيش ولاد. اشرب له تورتين وانتوا الجدعان. يعني اذا كده منصوره واحد اثنين في الاجابه على الدول. منصوره ابراهيم. انا معروف يا ابراهيم. ايه؟ ما تكسفنيش، الناس حوالينا. جبت الفلوس؟ جبتها. امال ابن عمك فين؟ شفت الحظ المدوحك؟ ايه؟ جات له نزلة برد وقعد عند جماعة أصحابه فابو إيش. طب والعمل؟ إحنا لازم نتجوز ونسيب هنا، لازم نسيب البلد. وماله يا إبراهيم؟ نسافر الأول وبعدين نتجوز. إحنا مش هنسافر ونهرب على أيتها مطرح؟ ولا أنت في دماغك مطرح؟ أي مطرح؟ ما دام هنكون مع بعض. خلاص، يبقى نسافر على أبو إيش، وأول ما نقدر إحنا عمي نتجوز. اسكندرية؟ مش رايح اسكندرية يا اسطى؟ عندي محلين، على المواسم بلديات. تعرف تروح أبو إيش؟ ابو ايه؟ كلها اصحاب. طب عادي، يبقى انت تعرف هو ابن عمك اسمه ايه؟ حموده. حموده، تتمنى الخط. الله يخليك وربنا يكفيك شر المرض، هو عيان هناك واحنا عاوزين نزوره، وما دام انت تعرفه يبقى تعرف هو قاعد فين. ابو ايه كلها بتجرى بلديات. عنا ايه ان شاء الله؟ اتفضلوا. منصوره واحد. منصوره واحد. واحد عدمهم العافية من المفترين. ستي يعني ايه؟ مش فايدة، لازم نسافر. والله انت هتسوحني وهتجام ومش هتيجي. الله، هنسيب الفلوس دي لمين يا بنت؟ يعني هتيجي عشان الفلوس وبس؟ وده وقت وما تتمادي. فين؟ عند عزيزة بربوني. عزيزة بنت؟ عزيزة بربوني تاجرة سمك في أبو قير. أول ما توصل أبو قير قولي فين عزيزة بربوني. طيب يلا يلا أحسن يقلع عليك. يلا ما تجيب بوسة جدعانة. إبراهيم سلامتك يا إبراهيم. يا لهوي، إهدى، تعورت. هروح أدورك على صبغة جود حالك. خليك مكانك. هفهم عليك، كانوا عايزين يقلبوني. منصوره ايوه اتاخر. ولما هو اتاخر سايبيني اتفرس ليه؟ ما حدش عايز يتكلم. يا فوزيه جاي حجته معاه. حجته ايه بس؟ ده بقى له 3 ساعات مشوار طول عمره ما بياخدش معاه اكتر من ساعه. انا هسال عليه في المركز الرئيسي. ترحم مع عبيدك يا رب.
ابراهيم لو حصل له حاجه في الطريق هضيع يا اخوانا. مش لوحدك يا عم احمد، المصيبه فيا انا. الوليه هتولد ازاي من غير فلوس يا اخوانا؟ يا قلبي يا كتاك يا ما انت شايف وساكت. نمر ما تتجمعش. لا اطلبها مره ثانيه وثالثه. احنا لازم نكلم الخزنه. اه مش شايف ان احنا ظلمنا ابراهيم وهم اللي معطلينه؟ جراس سمير، قاعد يعني بتتفرج علينا ولا كان الموضوع يهمك؟ يا جماعه يا جماعه انتوا فاهمين غلط. التعويض مش هينفع في الحاله دي. التعويض هيبقى جنابه هو هو، لان هو اللي عمل الحادثه. اسمها اصابه عمل. الله اشتد يا ازمه تتفرج. بس النمره جت. ايه الو، اديني الخزنه لو سمحت. صباح الخير، انا اسف. ابراهيم براءه لسه عندك؟ ايه مشي من ساعتين واكتر. ايه سأله خد الفلوس؟ خايف عليه لانه كان متداول على الاخر. حد كان معاه؟ طب نزل الساعة كام؟ نزل الساعة كام؟ ايوه ايوه. طب كان شكله ايه؟ أيوة. كان لابس ايه طيب؟ ركب حاجة. ركب ايه؟ يلا دماغي حتى تتفاجر يا حاج. بس استنى يا احمد، هدي نفسك هدي نفسك. ابراهيم فات عليك وساب لك الظرف ده. الظرف ده؟ الفلوس. الفلوس وسايباني وهتشرب ومطرحي. ده المرتب والحوافز يا رمزية والحوافز. الله، يعني ابراهيم ما جرالوش حاجة وساب لي المرتب. لا ده كنت بصلح الكالون. كالون؟ كالون مين يا دلعادي؟ انا عملت حسابي وقفلت الباب عشان عينك الفارغه. اياك تعملها، اياك. اوعى تكلمني يا اخي، اوعى تكلمني يا اختي. اياك تمسك. اياك. امال ايه؟ امال حاجه دي اسكندريه ليه؟ تعالي تعالي. استنى بس، تعالي. عايزه اقول لك حاجه. قولي. ايه؟ ولو انت جبت هدومك معاكي؟ مش انت اللي طلبت مني اسيب البيت ونتجوز؟ طيب روح البيت بقى احسن. دلوقتي بتقول لي روح؟ طب ازاي؟ ازاي اوريهم وشي بعد ما اكتشفوا اني خدت هدومي وهربت؟ شوف يا نجاة، اللي حصل من ابراهيم براءة غير متوقع. يعني لو الامور ماشية طبيعي كان لازم دلوقتي نكون متجوزين ومأجرين شقة مفروشة. صدقيني يا نجاة، انا حتى معيش اجرة المأذون، وحتى لو دبرناها هنسكن فين وبكام؟ نقعد في لوكاندا درجة 10 حتى. انا موافقة. وده يبقى جواز ده ولا مرمطة؟ جندي، في سبب خلاك تغير رأيك. اكتر من كده سبب، انا في كارثه يا رجاء. انا اضطريت اقول لابويا وامي الظروف وطلبت منهم يعتبروني لسه تلميذ في الجامعه ويصرفوا عليا، لكن مش ممكن اطلب منهم يصرفوا على مراتي كمان. ده رايك النهائي؟ ايوه. يكون في علمك انا لو روحت دلوقتي هتكون اخر مره تشوفني فيها. ارحم برضه. ارحم؟ ايوه ارحم البهدله اللي هتتبهدليها لو اتجوزنا.
طب روحني، روحني فورا يا جندي، ولا اقول لك انا هرجع عند اهلي ولوحدي. الحمار اللي قال ان الشركه مسؤوله عن مرتباتكم اللي ضاعت؟ الموظفين اللي معايا يا سعاده البيت. ومين الغبي اللي قال انكم لسه ما قبضتوش مرتباتكم؟ الله بقى، احنا في الحقيقه لسه ما قبضناش يا سعاده البيت. واذا كنت مش مصدقني هات لي مصحف ولا احلف عليه يا سعاده البيت. انتوا ما قبضتوا مرتباتكم يا استاذ كامل واستلمتوا العهد الشخصيه. بالعافيه يعني. فتشني يا سعاده البيت، ادي جيوب اهي. ان شاء الله افتس، ان شاء الله امتص في نظري، ان شاء الله يفرمني وطنبيني اذا كنا قبضنا يا سعاده البيت. مضيتوا بالاستلام على كشوف المهايا وعلى ايصالات العهد ولا لا؟ حبيبنا مضينا يا سعاده البيت. خلاص يبقى ماليا واداريا قبضتوا. يعني ايه؟ يعني انتوا غلطانين طبعا اللي ما بتجوش المركز الرئيسي للشركه علشان تقبضوا، بتتصرفوا تصرف اداري جاهل واحمق. احنا جهله، احنا حمقى، احنا ما بنفهمش يا سعاده البيت، بس نقبض، لو ما قبضتش فيها سجن يا سعاده البيت. خلاص بلغوا البوليس. احنا ولا الشركه يا سعاده البيه؟ انتوا يا حبيبي الموضوع دلوقتي اصبح بلاغ شخصي منكم ضد الساعي ابراهيم براءة. ضرب يا سعاده البيه. وايه اخر فيوز في دماغي؟ ضرب يا سعاده البيه. دعي عليك يا ابراهيم يا ابن بهاء، اديني فرصه دعي عليك واقف الحال، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ابراهيم. اديني فرصه اتكلم. لا سامح ولا بر وذمه، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اديني فرصه اتكلم. الخسران التلهان يا بيه. طفش طفش من امبارح يا سعاده البيه. هو ده اللي كنت عايز اسالك عليه. ليه يا بيه ليه؟ هي قتلتيه؟ ما هو يعملها، ما هو قتل قتله، سرع سرقه يا بيه، ما هو حرام ونوري. سرقني يا سعاده البيه، سرقني، خد مصروف البيت، سرقني يا سعاده البيه، وسجلوا لكم نجوا يا سعاده البيه. خلاص يا ست خلاص، كنا عايزين الموضوع كده وخلاص. دعي عليك، يلا بينا. دعي عليك يا ابراهيم، دعي عليك يا ابن بهان، دعي عليك، دعي عليك، دعي عليك. تقولش يا ابراهيم؟ حق لو عملتها واتجوزت عليا يا ابني بهانه تيجي لك نقطه. قول لي بس مين هو يا سعاده البيه وانا اجيب لك قراره. ابراهيم براءه، تعرفه؟ معرفوش يا سعاده البيه. صاحب الصوره دي؟ اه العمده. مش تقول كده يا سعاده البيه، ده عاشق يا بيه، عاشق بنت بصندوق سريحه اسمها ياسمين. شفته النهارده؟ من اول مره من سنه ما شفتوش. طب اركن انت كده. الرابي يا بنت انت وهي. الرابي يا بنت انت وهي. بس كده مش عايز اسكت. ده احنا غلابه يا بنت، لا لينا اهل ولا لينا بات، بنجري ورا اكل عشنا وكل يوم والتاني تاخدنا تشرد. ممكن اتكلم؟ ومين رايده تشرد في الشوارع يا بيه؟ ده وعد وبنطيه. يا ريت يا بيه نلاقي زي غيرنا اللي يعلمنا ويدخلنا مدارس. دي الواحدة مننا بيها قلبها بيتقطع، وهي شايفة بنات جلها متعلمين ومستوظفين قد الدنيا. عموما انا النهاردة مش هعمل لكم محضر، وهعتبركم شهود. تعرفوا صاحب الصورة دي؟ ايوه يا بيه، ده العمدة صاحب ياسمين يا بيه، ده بيحبها قوي يا بيه، وهي اللي وصيته يهرب معاها عشان يتجوزها. بتقول معاه قرشين هتقلبوا فيهم يا بيه. ايوه بيه. طب اتركني كده انت وهي. يا بدر. ايوه فندم. صورة ابراهيم براءة تتنشر في جميع الجرايد واتبعت بيها نشرة لجميع الأسامة الجمهورية. أنا آسف للخبر اللي هقول لكم عليه، لكن أنا شخصيا كارثتي أكبر من كارثة أي واحد فيكم.
ابراهيم خد بنت من البنات اياهم وهرب بالفلوس، والبوليس بيعتقد انه سافر خارج القاهرة. يعني عليه العوض في المرتبات. عن اذنكم ثانية واحدة اكمل بيه. محدش فينا عنده دماغ لدغي بتاعك يا راجل انت. ابراهيم فات عليا في البيت وساب لي المهية بتاعتي. الله 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 يا عبد الله، يعني انت الوحيد اللي عبطت يا حبيبي، تبقى شريكه حرامي قصرت معاك. بلغوا البوليس يا جماعة، طولوا بالكم ما نعرف الحكاية ايه. عم احمد، عم احمد فكر كويس، على الاقل قال لك هو راح فين. احمد اخويا ركز عشان خاطري، يعني حط مخك كده قدامنا. حاسب لك حق البلوزات بتاع البنات، مراتي هتفضحني. والله بعرف هو فين، وكل اللي انا قلته صادق فيه. اشمعنى انت اللي اداك المرتب؟ ليه؟ على راسك ريشه ولا ابن بار مديله؟ اتكلم اتكلم. احمد افندي انت حرامي ولست وشريك ابراهيم كمان. اسمع، قدامك خمس دقايق من دلوقتي، لو ما اتكلمتش هحط الحديد في ايديك. كنت فين؟ الدنيا كانت عاتمه ضلمه. ها؟ ما الشمس ماليه الدنيا اهي. لكن شمس انا كانت غايب. قلت هي فين؟ هو في كسوف شمس ولا ايه؟ يا راجل بطل جوه. يا سهون بذمتك وحشتك؟ ده انا لما ما لقيتكيش قلبي وقع تحت رجلي. ولقيته؟ لما رجعت. مش لازم افضلك. طب اسمعي، احنا نفطر كده احمدي، بلاش الترابيزه دي، شيل قدامي. احمدي؟ اه شيل قدامي. تعالي. يلا. هاتيها كده. يا لهوي. هاتي. مش لازم افكرك يا حبيبي، وبالعيش اغمس لك واكلك. كل يا حبيبي. ماما اكليني اكليني يا دنيتي. وادي البيضه. الله كمان مره. الله كمان مره تاني. اه خد. الله الله، ادي البيضه. ايوه. وادي اللي سرقها. وادي اللي شواها. ايوه. وادي اللي قشرها. وادي اللي قالها تحتها. بقول لك ايه؟ ايه؟ قومي ولعي. اولع ايه يا مدلع؟ ولعي على الشاي، بس اعملي كشري عشان اخد شفطه كده واتكلم. ولا اخد شفطه واقول لك عايز ايه؟ اقول يا اولاد الحلال، ما حدش فيكم شاف ابن حلال يركب بساط الريح ويجيبهولي اوام. عايزين نكتب الكتاب ونعلي الجواب. وهنعلي الجواب كده قرديحي من غير كسوه. اشي جيبه، اشي بلوزه، اشي قميص نوم لونه بصلي، اشي قماشه فستان ماركت اسكت. ما اسكتش؟ لا ما اسكتش. غمضي عينيك. ليه؟ غمضي عينيك بس، ما تفتحهمش لما اقول لك. اغمض؟ اه غمضي. انا غمضت اهو. وانا لحقت يا ياسمين. انا غمضت. افتح؟ ياسمين. نعم. ما لقيش معاكي مازورة مقاس. ليه؟ أكونش مقاس دار؟ طيب أشوف أنا طبقة بقى. مفيش. يلا. من الكتف للكتف أدي شيب. شبرين إلا. إلا إيه يا راجل؟ إلا حبة. والكم. الكم. استني بس. كم ادي شبر اثنين و وايه يا راجل؟ وحبه.
استني بس، استني بس. ايه عايز ايه؟ استني. وال يعني لف كده، انضري انضري كده. ها؟ ايوه استني بقى، ادي شبر، اثنين، ثلاثة، أربعة، و وإيه يا راجل؟ بس عشان أشتري لك بنطلون. هو أنت هتشتري لي؟ ده أنا أبيع عمري وأشتري لك كل اللي أنت عايزاه. إن شاء الله يخليك. اسمعي، خدي 10 جنيه شبرقي بيها نفسك. يا 500 سنكيو على عيون حضرتك. يا لهوي يا لهوي، لما يجي ابن عمي. النبي يا خواجه لا مؤاخذة، دول انتوا فعصيت في الجمبري يعني واحنا هنرضوه. يا عم هريدي، بقول لك يا عم هريدي، بلاش زيت التموين النهارده، عايزين الزباين ترجع تاني. ادعينا يا معلم. ايوه قشط عليك، قلب كده. عندك البربوني جاهز؟ النبي توزني عبال ما ارص في الاطباق. عندي الترابيزه 5، 2 كيلو بوري مشوي ودستين كابوري. عندك جاهز، رص في الاطباق يلا. شكلي يا ويكا، النهارده ما ينفعش نمشي على قشر بيض يا حلوه. ترابيزه 7، زيتون فرادوي، طالب 2 كيلو جمبري مقلي. الجمبري مقلي، 2 مشوي، 2 مشوي، ودستين كابوريا، و2 استاكوزا. خديتك تعالي هنا. اه والله. قولي تاني. 2 كيلو جمبري مقلي كويس، و2 مشوي حلو، ودستين كابوريا، و2 استاكوزا. يا نهار احوص، ده مش زبون، ده حوت يا جدع. انا طالب 4 ترابيزات 3، وانا محصلك على 7. ربنا يا جدع، حتى مبروك عليك يا معلمه. علينا كلنا. هي بتاعتي لوحدي، ده بتاعت الكل يا جدع. انهي موجه زفر حدفتك عليا يا هجان؟ الشوق يا عزيزه، كبرنا اشواق من زمان، اتطرق. مبروك عليك المطرح، اول ما سمعت الخبر قلت لازم اجي ابارك وهني. لا فيك الخير يا هجان، معايا بواكي بس مش في البيت، في البنك. تخص عليكي، شغلك في السمك زفر لسانك. لساني زفر وايدي طويله بس مانيش خاسعه زيك. بحبك عزوز. يلا يا حرام يا نور يا بتاع التلات ورقات. وانت كمان بتموت في دباديبي. ده انا بكره النسمه اللي بتعدي جنب جتتك. لو كان ابوك يجوزنا ما كنتش بقيت ابيعها بالشكل ده. ابويا يجوزني حرامي؟ فاكره بنت عزيزه؟ فاكره الواد والبنت الصغيرين اللي كانوا بيحبوا بعض البحري؟ فاكره البنت بس اللي كسرت قلبها بمشيك لعوج. ما هو جوزك المعلم مدمون تاجر السمك ومات، خدت خدت المحل اللي جاي اتحرجم عليه. بص عليكي، خلاص نسيتيني ونسيت حبي. انت قلاب زي موج البحر يا هجان، يهفك الشوق تلزق لي وتمرمغ لي حب وهوب بفص ملح وداب. النبادي النبادي مش قادر يا عزيزه، خلاص القلب ما يعشق، وحياه المرسى ابو العباس مش قادر على بعد كبت. قصدي معلمه، قلبي بيقول لي اصدقك وعقلي روخر، ما انا طول عمري حماره. حماره بس بتحبيني. اخت عليك وعلى سالتك. لا بتحبيني. انت واحده تعبرك انت خالص. عينيا في عينيك كده بتحبيني. هتبيت فين الليلات؟ ناكل البطارخ وبعدين يحلها ربنا في البيات. تاكلي دي، خدي دي. تنطيط ومطاردة البوليس، عايز اهجع وبقالي بيت وحرمه وعيال زي غيري. يا
عم رش زيت على الصاج يابا. بس فين بقى اللي تنسى قدامها وتبتدي معايا من جديد؟ انت عايز توصل لايه هجان؟ عايزك تصدقيني بقى يا عزيزه. ما هي لو توبه نصوحه، انا كمان محتاجه للي يقف جنبي ويشوف مصالحي مع العالم والزباين والجرسونات. شاوري لي بطرف صباعك الصغير. الناس اقول لها يعني؟ الناس عارفه كلها ان احنا اهل وولاد حته واحده. يا عمي ما يغركش المرجله اللي انا فيها، انا وليا وارمله والناس كلها عينها على ماشي وسيرتي. اقمري وانا نفس. نتجوز. وانا طول دلوقتي قبل بكره، بس انت ما يخلصكيش الناس تقول عليها اتجوزها لك جمالها. ما انا قلت مالكش كلمه. اسمعيني بس الاخر، برضه عريسك يلزبه قرش يشرفك قدام الناس. قرش ايه؟ وانت هتجيب القرش منين؟ ما تخلي الطبق مستور يا هجان. قدامي تهليبه هنا في ابو قير، عكمه جامده قوي، اخلصها لو توافقي وعلى المأذون عدل على طول. ما انت عمرك ما هتستغنى عن الحرام. والله الحكايه دي ما كانت في بالي غيرش، انت قلت نتجوز راح تنطف دماغي على طول وعايز عريسك يشرفك بالقرش اللي يملكه. اخر مره؟ اخر مره وحيا يا رب اتعمي في عينيا من دي اخر مره. هتطول فيها؟ يعني جمعه. والجواز؟ بعدها بيوم على طول. هصدقك، ما انا اصلي عايزه اصدقك. قوم وصل الطلب بتاع ترابيزه 2. الله عيب، ده انا هبقى المعلم. تبتدي. اهدى يا سيد ابراهيم. معلش ما لقيتش بصلي. ايه؟ ده حلو قوي. فستان ده؟ اهو. ان شاء الله يخليك ليا يا رب. غمض عينك يا ولد، غمض عينك. حاجة تانية؟ تعبان دهب. كل خل دهب. بن طن 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 طيب دهب. حلق مخرطه دهب. سلسله دهب. عبي عبي دهب ياقوت الماس. احمدك يا رب. سما يخليك ليا. تعيشي. انا هقيس الفستان. قيسي براحتك. هقيس دون. اللي يعجبك. هتبقي قمر في الحاجات دي. انت قمر. هتبقي قمرين. معلش يا سيد ابراهيم. مش ام الخير؟ هناك فرق. ايه؟ الله الله. حلو عليا؟ قمر قمر. ان شاء الله يخليك لي يا رب. بقول ايه يا سيد ابراهيم؟ إيه؟ مش نفسح الفستان؟ إيه بلاش النهارده، الدنيا برد. ايه الليله المولد يا سيد ابراهيم. معلش خلينا هنا. الليلة كبير. معلش عشان خاطر النهارده نبقى هنا. ده احنا يمكن نقابل ابن عمي هناك. لا اذا كان هنقابل ابن عمك نروح. عايز اقابله عشان نكتب الكتاب ونعلي الجواب. لا يا سي ابراهيم. ايه؟ لما نقابل ابن عمي. هو فين؟ حلوة قوي كده.
بس حلاوتك دي كلها لي انا لوحدي، محدش يلمسها، محدش يمسكها، محدش. قولي وحياتك. بوسة على خدك اليمين ودي بوسة على خدك الشمال، ودي بوسة على راسي وعلى خدك وعلى رقبتك. مين؟ أخويا. آسف للإزعاج يا ست هاني، لكن والله ما كنت ناوي أعتب البيت ده من ساعة ما هيتيني التحية إياها، لكن معلش بقى ضروري لها أحكام. مساء الخير يا سمير يا أخويا. مساء الخير يا أخويا. أهلا أهلا أهلا. أهو كده بقى البرديتة كده، اتفضل. أنا آسف مش هقدر ألعب الليلة لأني متأزم حبتين. قول لي يا سمير يا أخويا، عملت إيه مع صاحب الشيك؟ أعوذ بالله على دراجل يا ساتر. معقولة حتى اتحايل عليه ساعة وأبوس في إيديه لحد ما رضي يأجل الشيك أسبوع؟ أنا اللي جبته لنفسي، أنا أستاهل ضرب السرب القديمة. لكن تفتكر أسبوع هيحل المشكلة يا سمير؟ أخويا أنا عندي حل، لو سعادتك وافقت عليه ممكن نسدد للراجل بعد يومين مش أسبوع. بقى معاك الحل يا سمير يا أخويا وبتبخل عليا بيه. قول لي يا حبيبي الحقني بيه عشان اتزح عني الغم اللي أنا فيه. أخويا العطل هيتفتح بعد يومين. ماله؟ هو ده الحل الوحيد. انا مراقب كام تاجر ومتفق اخد منهم لو عملنا ممارسه بعد البت. كل اللي مطلوب من سعادتك انك توافق على الممارسه وتحضرها، بس صوره بس منظره يعني. وانا بقى اللي همشي اللعب. مش كفايه بس الهباب اللي بنعمله؟ هنرتشي كده عيني عينك. بلاش بلاش يا اخوي، خلي الراجل يقدم الشيك وياخد عليه ختم البنك ويبلغ النيابه. ولو بلغ النيابة يا حبيبي بقى في حكم ميري. ترى الله ولا فعلك، انا موافق بس ما تفسرش في وشي. سيبني انا بقى اجيب لك نصيبك لغايه عندك كما البيضة المقشرة. من دقتي دوست على كرامتي ورحت لابو الولاد عشان يساعدني بمصاريف القسط التاني. طردني يا لطفي. معلش يا فوزية، ربنا ينتقم منه، مفروض انهم ولاده لازم يصرف عليهم. اتفضل يا استاذ. عارفين يا جماعه ابراهيم براءة فردت بنت واحده، لم الترابيزه وكسب اعلى كوف حياته. جاتنا نيله في حظنا الهباب. مفيش حد حظه هباب قدي انا. راح المرتب وراحت الجوازه. روحت ودمعتي على خدي وانا طالعه على السلم وقعت وايدي كانت هتتكسر. يجي الزفت براءة يشوف عمل فينا ايه. يا جماعة أنا أعصابي تعبت من اللط والناد بطول النهار. أنت إيه؟ جيت سجبلتك إيه؟ ما عندكش دم؟ ما عندكش إحساس؟ الأولاد هيمتدوا من المدرسة. وأنا أنا اللي مراتي هتولد أقول لها إيه؟ بلاش، مفيش رحمة، مفيش إنسانية. إيه؟ افرجها بقى يا رب، ما طلعتنا بمسكاتك يا سمير. مصطفى فوزية أنتوا خطرتوها قوي، أنا حاطط تحويلكم للشؤون القانونية. ما بلاش استفزاز في الناس يا سمير، سيبهم في حالهم يا اخي. انا ماشي. واحنا كمان ماشيين. وانا كمان ماشي. مصطفى تعال عايزك في كلمتين. لوحدكم في المكتب عشان تاخدوا راحتكم في الكلام. يا سلام يا كامل بيه، كلك ذوق ومفهوميه. سعاده البيه سابنا وخرج ليه؟ دلوقتي تعرف. اصبر على رزقك. اوعد يا درش، اوعد يا اخويا، اوعد يا حبيبي، اوعد. احنا اخوات اخوات، وانا حاسس بالازمه اللي انت فيها. لكن العين بصيره واليد قصيره يا اخويا،
متشكر متشكر يا استاذ سمير. انا مش هستنى لما تشكرني. انا فكرت ازاي اساعدك ما لقيتش غير الحل الوحيد، بس ده محتاج انك تفهمني كويس قوي وتسمعني للاخر. انت راجل امين وشريف على عيني وعلى راسي، بس برضو محتاج مصاريف للولاد. انت سكرتير لجنه البت بتاعت العطا اللي جاي مش كده؟ انا موضب اموري فيه، بس برضو محتاج انك تفتح مخك معايا. وبدل ما ناكل اللقمه لوحدنا انا وكامل بيه، تتقسم على ثلاثه. ما اقدرش. انت حر يا اخويا، انا حاولت اساعدك وانت اللي رفضت. ما تخافش ما تقلقش، انا موضب كل حاجه، كل اللي مطلوب منك اخلص اعمى اطرش. ولو وقعنا قول ما اعرفش اي حاجه، واحلف لك بشرفي ما هجيب سيرتك في اي تحقيق. قلت ايه يا اخويا؟ لا مش موافق. اوافق. ايوه خدمه تحت امرك. سمك كابوريا جمبري محل شغال ليل نهار. لا انا عايزه حموده الهجام. والمناسبه انا عرفته من مصر وعايزاه الليله لامر ضروري. لا شابك قال لي عليك يا حلوه. يا هجام ناس من مصر عايزينك. اهلا يا ياسمين. اهلا. وشك ولا وش القمر؟ ايه انا جاي يا حجام، انا ما عرفت اخلص مني. طب وايه الاخبار؟ ولا حاجه. فتشت المطرح حته حته ما لقيتش ايات وحاجه. يا ليلى مش فايته النهارده. طب ما تفتش في هدومه اللي بيه هو بقى. ما انا عملت كده. وفضلت اسقيه لحد الامبير معلم. ومفيش اي فايده. طب اقول لك ايه؟ اسقيه بكره لغايه ما ينام، وانا هاجي بكره اقلبه معاكي. وايد على ايد. لا لا تلاقي فلوس. بالسلامه. السلام عليكم. هجام. ايوه عزوز. على فين العزم؟ هوصلها عشان اعرف نازلين فين. كلامك مع البت دي مش مريحني. طلباتك عزيز؟ نتجوز الليله دي والا اهدها على قرمتك وقرمتها. طب اوصلها وبعدين نتجوز. لا هيكون هتسابها. هوصلها وبعدين نتنقل نتجوز. دي نصيبه ابي. اديني قلت يا ابن السعيله. لا يا ولد. تعالي. بس عشان هقول لك حاجه. نبي ده راجل حنش. اوعى كده. واد انت ما تقول لي ايه اللون اللي كنت عنده ده. طب يا رب اعدم اللي في وشي. بعد الشر تبتدي عليا يا واد انت ولا ايه؟ الله ما اقصدش بهزر. مين الست دي؟ دي اختي في الرضاعه. اختك في ايه يا الدلعه دي؟ رضاعه. انت هتعمل لي زي الافلام العربي ولا ايه؟ رضعت من مين بقى ان شاء الله؟ من امي. الله يرحمك يا امه. الله يرحمك. يا سلام. الله يرحمك يا امه. كان بترضع كل بنات الناس. وكل بنات الناس تعتبر اخواتي في الرضاعه. وعز ديت ما تخافيش، دي سكه بس عشان اخد الفلوس ونخلص واتجوزك انت يا جميل. حمود انا زهقت بقى وما عدتش طايقه. هناخده الليله المولد ونقلبه سوا. نقلبه؟ ونخلص؟ ونخلص. ونتجوز يا حمود. ونتجوز. Thank you.
خلاص بقى. انا بقول ايه واسم الكريم ايه؟ ابراهيم. ابراهيم ايه لا مؤاخذه يعني؟ ابراهيم ابو زيد احمد محمود النبراوي براء. انتوا منين ابراهيم؟ طلخه ده اهليه. اهلا ابراهيم ونعم الناس. اهلا يا اخويا. راجل راجل ابراهيم. والصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله. شوف ابو خليل، احنا ان شاء الله باذن الله بكره نصلي العشاء ونطلع من العشاء نتوكل على الله ونجيب المأذون وتلم ابراهيم على ياسمينه. نقول مبروك. الله يبارك فيك. عقبال البكاري. بس بقول لك ايه؟ ابقى انظر حولك. ايه ابص حولي ازاي يعني؟ يا راجل انت ابقى انظر حولك. الف يعني؟ تلف ايه؟ ما تفهمني يا ياسمين. بس بقى يا ابن عمي ما تكسفنيش. الله يجازيك يا ياسمين. ما تكسفهاش. حسب ان كاتب الكتاب بكره وانتوا اهلي مع بعض، استاذن انا اشوف لي حته التوا فيها لحد الصبح. تنام بره يعني ايه؟ قولي له يا ياسمين. حق يا دي العيبه. يا دي الكسوف. تنام جوه، قولي له يا ياسمين. حق دي تبقى جرثه لو تنام بره. خلاص خلاص انام جوه. بس بقول لك ايه؟ خد رغيف العيش ده حطه على عليك وقلبه وقول وحياه امواتي انتوا ترابكم فين؟ في طلخه. قول وحياه امواتي اللي في طلخه ان انا هلزم حدودي مع بنت عمي. احلف. معلش ده شرف يا اخويا. احلف. وحياة امواتك واموات اللي في طلخه هلزم حدودي مع بنت عمك. كده معلش ده شرف ابراهيم اخويا. سلام عليكم. زي ما انت قاعد. لا ماشي بس ايه؟ عارف هلزم حدودي. ده شرف. حلف. سلام. مع السلامه يا ابن عمي. انا كده هديت. مع السلامه. على مهلك يا اخويا. مع السلامه يا ابن عمي. خلصينا منه بقى. ما تنسيش الفلوس والحزام. والحزام على وسط. النهارده النهارده لازم الفلوس تكون معانا. وهتتجوز؟ ما تنسيش الفلوس والحزام والحزام على وسط. مع السلامة يا ابن عم. ايوه يا ابراهيم يا حبيبي. بكره. لا لا استغفر الله استغفر الله العظيم. لا ابعدي استغفر الله العظيم. يوه انت محرمه عليا. ايش حاجة؟ ده انا حلفت بميتيني. يا ريتك يا عودي. لا 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 لا. عشان انت عودي. لا 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 لا. ايه؟ مهرك في الخزنة. وهي فين الخزنة دي؟ معقول التليفون اللي جاي ده حاجه؟ انا ما استنيتش مواصلات، جيت جاي من الشغل. جالك ولد يا مصطفى. بتقول ايه؟ انت بتقول ايه يا حاجه؟ بقول لك جالك ولد.
قلتش انك سكه غلط يا رب. انا نازل يا حاج. الله، مش تبارك لمراتك وتشوف ابنك يا ابني. اه لا انا جاي، مش هتاخر يا حاج. طب مش تقول لي هتسميه ايه؟ موجد. هسميه موجد يا حاج. موجد ده اسم قديم قوي يا ابني. ما عندكش فكره انا جد من ايه يا حاج. يا سلام، منجد وهو منجد، يعيش منجد، يعيش منجد. تعالى بقى قولي، انت ربط الحزام على وسطك ليه؟ ده واحد حرامي ينط ياخدها. واعي، واعي قوي. اصل ولاد الحرام هزي هزي هزي. ايوه كده، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجه. الحمد لله، احنا ولاد حلال، احنا ولاد حلال، احنا ولاد حلال يا جدع. امال امال، اصل اللي مركزه كبير زي حالاتي، ما انا عمده. انا عمده. انت عمده صعبه. حلوه حلوه، عمدة صعبة. على بالك. بقى اللي مركزه كبير. ايوه. عمدة كده صعبة. لازم يبقى حريص. ايوه. نسيت اقول لك. انت عارفة ان انا مترشح ابقى مأمور؟ ايه؟ تضحكي كده ليه؟ العمدة بيترقى مأمور يا استاذ ابراهيم. ايه؟ العمدة العمدة ممكن حسب المركب. مين اللي حاطط ايده على وشك؟ انا يا حبيبي، خفت عليك من البرد، قلت اقومك تنام. ربنا يخليكي حبيبتي. استمرت اسعارها يا مصطفى، امضي على اسعارك الجديده. مبروك عليك يا كامل بيه. مبروك عليك العطا يا معلم. دلوقتي اكتملت جريمة الرشوة يا كامل بيه. رشوة. استنى عندك. نقيب بوليس عاطف حماد. أخويا البوليس. عملتها يا مصطفى؟ الحمد لله. مرات ولدت وربنا نجدني. أنا سميت الواد منجد. يعيش منجد. شفتها، البوليس فتح عينه وظهر انه بقى على وشك. يا لهوي، يعني ايه؟ الطبخة باظت؟ لا، ناكله احنا بالحكومة. تاكله ازاي بقى؟ ده انا بعمل له العشرة بقرش، مفيش فايدة، دايما فايق وصاحي. منور عزوز. بقولك يا ياسمين. ايه؟ تتجوزيني؟ من عينيا كوس. اسمعي، الليلة دي تتوليه وتسرقيه وتخلصي عليه. ماشي. ولا ازهق؟ لا ازهق. لا اوعى تزهق. طب يلا. روح بقى للعفريتة بتاعتك. يلا بيتل. يا حلوة يا بلح يا مقمحة، جربتي اخواليك الاربعة. بلاش تريقة يا عزيزة. عم بتقم الراجل على الجدع اللي هزقكوا بدل ما تشطر عليا. بقولك ايه يا هجام، ما تسيبك من الموضوع ده بقى يا اخي، قلبي مش مستريح له. خلينا نتجوز الليله دي ونشوف حالنا. ده انت هتبقى راجل يا جدع. والفلوس؟ الفلوس مين؟ سيبك من الفلوس، عندي منها الطاق خمسه، امشي ورايا وانا نغنغك. الليله دي، الليله دي بس يا عزيزه. ايه اللي بتعمله ده يا استاذ ابراهيم؟
نبه عليكي ما تخرجيش من غير اذني. حصل ولا لا؟ ايوه حصل. وبعد كده خرجت وما عملتش حاجه. اوعى ايه اللي عملته على الشبابيك ده؟ من الساعه دي مفيش خروج ولا فسح. ليه؟ هتحبسني يا عمده؟ ايوه هحبسك ومش هتشوفي حد ولا حتى ابن عمك. ليه؟ حصل ايه عشان ده كله؟ اللي حصل رغبتي كده. ايوه رغبتي كده. ما عادش وقت. لو عايش دلوقتي مش ضامن هعيش بعد شويه. انا عايزك يا ياسمين. عايزك يا اخويا. وعدتك مش قادر استنى. ايه اتجننت ولا ايه؟ مش هيخلصك مني غير ان حد مننا يموت. كحموده تشيلك. بحبك يا ياسمين. حبك برضه. عايزك هموت عليكي. كل ده عشان اتفضحت وصورتك طلعت في الجورنال. اوعى. انت شفت الجورنال وعرفت الحقيقه؟ ايوه عرفت. وعامل لي فيها عمده يا فراش يا حرامي. اذا كنت انت اللي سرقت علشاني بتقولي عليا كده، امال اللي سرقتهم هيقولوا عليا ايه؟ والبوليس هيعمل فيا ايه؟ عايزاني اسيبك؟ ده انا اقتلك واخد راضي منك. اوعى. انا عارفه من قبل ما تسرق انت مين. حته فراش في شركه يخدم الموظف اللي يديله قرش بقشيش. يا كلبه مجرمه. اتحرك. هتقتلني؟ هقتلك الكلب والمجرم اللي يسرق شقه اسياده يا حمده. وعمال تسرح بيا وتكذب وتفشر وانا كسره على نفسي لمونه وعامله مصدقاك. واخرتها اخرتها تتحجم عليا يا ابراهيم يا براءة. ليه مثلت عليا؟ ليه ما قلتليش الحقيقة؟ وليه انت ما قلتش الحقيقة؟ خدعتك زي ما خدعتني. احنا الاتنين مجرمين زي بعض، فاهم؟ زي بعض. ارمي السكينة اللي في ايدك. ارمي بدل ما صوت ولم عليك مخاليق ربنا. لا مش عايز فضايح. حبس ايدي. اتفضل. بترفع عليا السكينه يا ابراهيم؟ بس انا ما خدعتكيش. انا بحبك بجد. بعشقك. خفت ما ترضيش بيا. كدبت. عملت عمدة. سرقت عشان اتجوزك. ومستعد اعمل اي حاجة عشان تبقى مراتي. عمرك كله قصع ضفري يتكسر من رجلي يا ابراهيم. فحم فين الفلوس يا حرامي؟ طلع الفلوس يا فراش. انت عملت ده كله عشان تسرقيني؟ خليتي نازله عشان تسرقيني؟ Thank you.
عند خليل ان شاء الله باذن الله. خلوا الواد كويس استناني. مع السلامه يا اخويا. عليك السلامه. النبي يلا حبل اسعى يا حبيبي. يلا حبل النبي اسعى كده. يلا طريق اللي خارج. يلا يابا. يلا يا ولية انت عدل. يلا يا ست. يلا بسرعة. يلا يا اخوانا. شد يلا. شد معايا. يلا اخويا. يلا والنبي. يا بنت ما تنسيش تفتح الدكتور في المعاد. دلوقتي ما حدش يمشي. يلا 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 يا ما تنسيش يا بنت. يا لهوي ايه ده؟ دماغي خلاص. دماغك ايه؟ حمود. جبت الفلوس يا ياسمين؟ جبت الفلوس؟ اللي بيحصل ده يا حمود؟ بعدين بعدين بس جبت الفلوس؟ براءة ما جبتش لبتة. أنا مش عارفة حصل له إيه دلوقتي. حمود أنا جبت الفلوس معايا. يلا نهرب يا حمود. تهربي لوحدك يا عين خالتك. وبعيد يا بنت عن الراجل اللي قطعك زي طرشات السمك. ما تتكلم يا سبع بروبه مكتوم ليه؟ ما تتكلم يا حمود. اتجوزتها؟ اتجوزت يا حموده؟ طب انا؟ مش انت اللي قلت لي اسرقوا؟ اسرقوا يا حموده وضربته على دماغه ويا عالم جران واه دلوقتي. اتجوزت يا حموده؟ ما هو معلش ما هو مش انت قلت لي اسرقي عشان اتجوزك؟ ما اصل الجواز اسمه نصيب ومصيرها يعديها لك بابن الحلال اللي يروق بالك يا ياسمين. البساطه دي؟ اه يا نادل يا جبان. هات الفلوس يا اوعي ايدك. هات الفلوس. اوعي ادخل الحمام تدخل اوعي ايدك لا تسرقها لك. اوعي هات الفلوس يا اوعي ادخل. كن في علمك ياض. السجن مش هدخله لوحدي. لا لا ما تتكلم على قدك بقى. الكلام على قدك يا بنت شرعيه لما انت السبارس. مهمتك انتهت. يلا حبيبتي قصري. اقصر؟ اه كده برضه يا حموده. اسمع كلام العروسه والطراقه يا بنت. طب عليا النعمه من نعمه ربي. تكون مصورك وقتين الليله. اتكلم على قدك يا بنت. انا مسكت الكرسي وفضلت رقت على دماغي. ابراهيم براءة
قريب. ما ماتش. الحمد لله. اعمل معروف يا سعد البيه. اعمل معروف. انا عايزه اقابله. عايزه اديله فلوس يا سعد البيه. انا السبب في كل حاجه. انضحك عليا يا سعد البيه. انضحك عليا. فضحكت على ابراهيم. انا السبب. انا السبب يا سعد البيه. ده جزائي اني حبيتك. ده انا كنت عايز اعيش خدام تحت رجليك. ليه عملتي كده؟ يرضيك اللي حصل لي ده؟ يرضيك؟ ليه انكتب علي عشق مجرمة زي دي؟ أنا أجرمت زيها بس كان علشانها. إزاي تبقى حلوة وصغيرة وجواها كل الغدر والشر ده؟ إزاي ما كلهاش امان زي الدنيا؟ ليه ما كلهاش امان زي الدنيا؟ سامحني 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 وقدر اللي ظلمتكم على انهم يسامحوا لي. سامحني واغفر لي. اغفر لي يا خليكم.